تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، شكل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة، شكل حلقة أخرى في مسار ترقية أداء المرفق العام بما يتماشى وتطلعات المواطن نحو التنمية والرفع من نوعية الاستجابة لانشغالاته. ومن الولاية المنتدبة الجديدة أفلو، رصد لارتياح المواطنين وتثمينهم للقرار مع فؤاد أحماني. فرحة ساكنة جبال العمور أو أفلو كانت كبيرة بعد صدور قرار ترقيتها من دائرة إلى ولاية منتدبة. تتكون الولاية المنتدبة الجديدة أفلو من 5 دوائر و12 بلدية. هو يوم عيد، عيد بمناسبة ترقية دائرة أفلو إلى ولاية منتدبة. وفي هذا الإطار الشكر موصول أولا لله سبحانه وتعالى الذي وفق السيد رئيس الجمهورية وشجاعته على أخذ هذا القرار. تتميز بمجموعة كبيرة جدا من الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية التي تؤهلها لأن ترتقي إلى هذه المكانة. الحمد لله، اليوم تجسد هذا الأمر بوعد رئيس الجمهورية الذي كان وفيا بوعده. نقول له من هذا المنبر جزاك الله ألف خير. تقول لك ساكنة أفلو الولاية المنتدبة بساكنتها 12 بلدية، تقول لك سنكون عند حسن ظن الدولة الجزائرية. عدة مشاريع تنموية مست قطاعات التعليم العالي على غرار المركز الجامعي الجديد، وكذا مشاريع شبانية وتربوية وخدمية ومختلف البرامج السكنية، ستكون لها الأثر الإيجابي على النقلة الجديدة للولاية المنتدبة الجديدة. المقومات الفلاحية والمناخية التي تسخر بها المنطقة تجعلها مؤهلة لتحقيق إنتاج فلاحي وصناعة تحويلية مميزة، إضافة إلى وجود سد سكلفة ببلدية ودمزي شمال المنطقة، وكذلك مصنع الإسمنت ببلدية البيضاء جنوبا، تعزز من هذا الاستحقاق لتتحول إلى ولاية منتدبة. اليوم يعني فرحتنا واسعة، أتمنى إن شاء الله أن هذه الفرحة تترجم إلى الواقع في الميدان، بحيث أن كل الشباب وكل الناس المعنيين والمسؤولين أن يلتفتوا إلى هدف واحد وهو تنمية هذه المنطقة. المنطقة كذلك تفوح منها عبق التراث العريق من أصالة زربية العمور والتاريخ الذي يشكل بعد الذاكرة الوطنية من الثورات الشعبية ومعارك سطرت كفاح الشعب الجزائري من معركة شوبير التاريخية إلى معارك جبل القعدة. ومواصلة لجهود تجسيد البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، يتم تزويد محطة النقل بالسكك الحديدية بأنظمة جديدة للتجهيز والرقمنة تعزيزا لدور السكك الحديدية في تعميم التنمية. كما يشهد مطار الثلث بالولاية أشغال صيانة وإعادة التهيئة ليسلم نهاية السنة المقبلة. محمد شوقي بونيف. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في كل محطات القطار بالخط الرابط بين بوقزول والجلفة، وكذا اقتناء التذاكر عن طريق الانترنت للتنقل عبر وسائل النقل البري بمحطة المسافرين. فرقمنة قطاع النقل بولاية الجلفة إجراء سيخفف العبء على الزبائن ويسهل السفر، باعتبار أن ولاية الجلفة ولاية محورية وهامة. الحمد لله، قمت بالحجز بسرعة على مستوى المكاتب المخصصة لهذا الحجز، ومتوجه إن شاء الله نحو جيجل. الخدمات متوفرة والدفع ممكن حتى عن طريق البطاقات الدفع الخاصة، تم ذلك بكل سهولة. اليوم رانا في رحلة زيارة من الولاية المنتدبة عين والسارة إلى ولاية الجلفة في رحلة القطار هذه التي تم التدشين من طرف السيد رئيس الجمهورية، والتي هذه جاءت بعد الأعباء النقل التي كانت اللي تكلف المواطنين الكثير من الأموال. اليوم بالعكس خفت الكثير عن خط الضغط اللي كان فيها المسافرين. نسعد كذلك بهذه المنشآت وبهذه المشاريع اللي أولى لها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في حياة المواطنين. أصبحت جميع القطاعات مرقمنة ولها فائدة كبيرة جدا، أكيد رايح يربط ما بين المدن وينقص من معاناة المواطنين.
تجسيد البرنامج التكميلي لولاية الجلفة وتعزيز الرؤية الاقتصادية للنقل بالسكك الحديدية بعد المكاسب التي استفادت منها الولاية، والتكفل بخدمة المواطن وتوفير كل الظروف هو ما توليه السلطات العليا للبلاد الأهمية البالغة. ولاية الجلفة ولاية رائدة في مجال الأنماط النقل الموجودة على مستوى هذه الولاية، وكذا رائدة على مستوى رقمنة هذا القطاع اللي تمكننا من تخفيف العناء على المواطنين في الأمور الخاصة بالقطاع. سوف إن شاء الله الدولة تتكفل بهذه الأمور وتمشي في هذا الاتجاه حتى نتمكنوا من خلق مناصب عمل، من رفع مستوى عجلة الاقتصاد. تهيئة وإعادة الاعتبار لمطار الثلثي بحمايته وتسييجه وتخصيص 255 مليون دينار جزائري ضمن البرنامج التكميلي الذي خصت به ولاية الجلفة، ليسلم هذا المشروع الهام نهاية سنة 2024. في آخر التطورات الميدانية بغزة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من القطاع، استهدفت خلالها ثلاثة مساجد بمنطقة الحكر بدير البلح، كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها على عدة منازل شرقي خان يونس، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج ومخيم النصيرات موقعا عددا من الشهداء والجرحى. كما ارتقى أمس أكثر من 25 شهيدا وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة زويدة وسط قطاع غزة. وبالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني توغلاتها في عدة مدن بالضفة الغربية، حيث اقتحمت مخيم الفوارة جنوب مدينة الخليل، كما حاصرت مستشفيين في مدينة طول كرم، وذلك بعد اقتحامها للمدينة من محورها الغربي. وموازاة مع فصل الشتاء، تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات النزوح، وتتضاعف معها معاناة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وهم يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة. كاميرا التلفزيون الجزائري نقلت معاناة العائلة الفلسطينية النازحة داخل المخيمات مع مراسلنا من فلسطين وسام أبو زيد. مع أجواء البرد والشتاء، سنعيش معكم اليوم مع عائلة فلسطينية لا يقل أفرادها عن 100 شخص من كل أفراد العائلة، كيف يعيشون طقوس النزوح التي فرضت عليهم خلال أيام العدوان. والله صعب، والله صعب جدا إجابة الطحين، والله المرة هذيك طلعوا في الليل عشان يجيبوا الطحين، والله وزي ما طلعوا رجعوا ما جابوا الطحين ولا جابوا حاجة، والله تمينا بالجوع وما أكلنا ولا شربنا، وعندنا هان بنت معاقة هي هان، والله يا ويلي بتمها تصيح من الجوع ومن العطش ومن قلة المية ومن النوم على الخيمة على الأرض ما بتقدرش، وبتمها سقعانة وبتمها تصرخ. نعم، هذا أحد الأفراد الأسرة، يعني لديه هذه الطفلة التي لديها أحد الأمراض النفسية منذ الولادة، لا يتوفر الدواء وهناك معاناة، ولا بد أن يكون لها طعام وتنام أيضا كما علمنا على الأرض، وذلك نظرا لعدم وجود الأفرشة والأغطية. عند الطفلة هذه زي ما أنت شايف بجيب لها بنبض، والله ماني قادر أوفر لها البنبض، والله ماني قادر أوفر لها الأكل، في ظل الحياة اللي احنا عايشينها صعبة جدا، وأنا ساكن في خيمة هان، والله الأكل فراش ما هو موجود عندي، يعني بعاني معاناة شديدة، لما بدي أروح أجيب لهم ماي بعاني، لما بدي أجيب لطحين والله ماني قادر أجيب لطحين، يعني بعاني معاناة شديدة من العلاج تبعها، لما بدي أوفر لها ده ما لقيتوش في الصحة. في عنا هنا ناس معاقين، في عنا ناس مرضى، في عنا عجز، في عنا أطفال، طبعا البرد القارس، احنا في موسم يعني شتاء، في قلة من الملابس، من أداة الحياة الرسمية الرئيسية في الحياة، يعني هذه قمة من المعاناة. يعني أنا مرة مقعدة ومريضة عايشة على العلاج، ولا عندي حصير ولا عندي فرش مليحة، وبنام على الأرض وبمرض، هينا أنا عايشة هاي العلاج، لما بأخذ الشاذي بقى أسوف
وبغمة، والوضع صعب كثير، وأنا عندي عيال هيك أولاد ابني، أنا وجوزي لحالنا بس أولاد ابني عنا هيك زي ما أنت شايف على الرمل. فلا شك أننا سنغادر هذه العائلة الفلسطينية التي أتت من الشمال، ولكن سنترك خلفنا الكثير من المآسي والأحزان التي لم نتمكن من تسليط الضوء عليها، ولكن ربما سنسلط عليها في عائلة أخرى وعند عائلة أخرى، وهكذا هو الحال عند كل النازحين الفلسطينيين. لكل عائلة قصة معاناة يرويها عبر شاشة التلفزيون الجزائري. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الرياضة، واستعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار، وتحسبا لتنقل المنتخب الوطني الجزائري إلى العاصمة الطوغولية لومي لإجراء تربصه التحضيري بداية من يوم غد، ينشط مدرب المنتخب والوطني الجزائري جمال بالماضي في هذه الأثناء ينشط ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا ببراق بالجزائر العاصمة. هذا واستدعى الناخب الوطني 26 لاعبا من بينهم 4 لاعبين من البطولة المحلية. قراءة في القائمة مع بلال بوزيدي. قبل أقل من 24 ساعة عن الانطلاق الرسمي لتربص المنتخب الوطني استعدادا لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، كشف الناخب الوطني عن القائمة النهائية المعنية بهذا العرس الإفريقي والتي ضمت 26 لاعبا. القائمة عرفت استدعاء 3 حراس وهم موندريان، بولحي وبنبوط. أما المدافعون فوجه الناخب الوطني الدعوة لكل من عطال، جيتون، أيت نوري، العروسي، موندي توغاي، بالعيد، و7 لاعبين ينشطون في وسط الميدان في صورة نبيل بن طالب، فغولي عوار، شايبي، زروقي، بوداوي وبن ناصر. فيما استقر الناخب الوطني على الاستعانة ب7 مهاجمين، محرز والناس، عمو راقويري، بليلي، بونجح وسليماني. واستكمل عقد القائمة مباشرة بعد نهاية مباراة الدربي العاصمي الذي جرت سهرة الجمعة بين الاتحاد والمولودية، وعرفت استدعاء الثلاثي الحارس بنبوط والمدافع بالعيد من اتحاد الجزائر ويوسف بليلي من مولودية الجزائر. وتدخل العناصر الوطنية في تربصها الأخير الذي يسبق منافسة كأس إفريقيا والتي تنطلق يوم 13 جونفي بداية من الفاتح جونفي بإقامة تربص خاص بالطوغو ولعب مواجهتين وديتين أمام كل من الطوغو يوم 5 جونفي والبوراندي يوم 9 من شهر جونفي. ويستهل المنتخب الوطني أولى لقاءاته في الكان يوم 15 جونفي بمواجهة أنغولا على ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية. وهذه الآن صور للندوة الصحفية التي ينشطها الناخب الوطني جمال بالماضي بملعب نيلسون مانديلا. Jouer des matchs de Serie A, je pense qu'il est capable de jouer contre l'Angola, contre la Mauritanie, contre Burkina Faso. On verra combien de temps, mais je pense qu'il est capable de le faire. Bonne nuit. Bonjour coach. Donc, coach, vos expériences lors des deux phases finales de la CAN en Égypte et au Cameroun, comment elles peuvent vous servir pour le prochain CAN peut-être en identifiant les clés de la réussite lors de la CAN de l'Égypte et les raisons de l'échec lors de la CAN du Cameroun. Et puis, si vous permettez, une deuxième question plus simple. Quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour la CAN du Côte d'Ivoire? Merci. Bon, j'ai déjà expliqué les ambitions. Quand on démarre une compétition, ça ne changera jamais. C'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça ne changera pas. Après,
on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée. Évidemment que les deux compétitions que j'ai pu coacher, plus celles que j'ai pu jouer, sont un avantage. Pour moi, bien sûr qu'il y a eu des analyses faites. Je garderai aussi les raisons ici maintenant, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Il ne s'agirait pas de refaire une analyse de ces deux compétitions. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on en a tiré des expériences. Un des éléments pour moi fondamental, c'est la préparation. La préparation avant compétition, pour moi, c'est pas la clé, mais c'est indispensable, essentiel de se préparer dans les meilleures conditions. Donc, chose qu'on est en train de faire, parce que j'estime que la préparation a démarré le 20. Le 26, on a eu pas mal de joueurs qui nous ont rejoints. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec la totalité de l'effectif pour partir demain au Togo. Donc la préparation est pour moi déjà un élément essentiel dans le bon déroulement de la compétition. إذن كان هذا جانب من ندوة الصحفية التي ينشطها الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب نيلسون مانديلا تحسبا لكان كوت ديفوار. بهذا نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.